يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المن هون للتبعيض يعني جزء من أبصارهم، يعني لو لا سمح الله ولا قدر الله قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، فكان بدنا ماشيين نحن وبالطريق نحن مسكرين عيوننا، فسبحان الله الله من رحمته قال يغضوا من أبصار يعني جزء من أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النضرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم مو سهم عادي، سهم مسموم من سهام إبليس يلقي فيه إبليس. قال النبي النضرة سهم مسموم من سهام إبليس، من غض نظره عن محاسن امرأة لله جل وعلا أوقع الله في قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. أسأل الله أنه يلقي في قلبي وقلبك وقلب كل واحد يقول آمين حلاوة يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النضرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك، يعني الثانية. والإمام الشافعي مرة كان في السوق فوقع عينه على امرأة فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والله يا جماعة مرة كنت بالجامعة ببداية السنة الثانية فكنا واقفين أمام المدرج، فسبحان الله كنت واقف مع اثنين من أصدقائي، فأجت وحدة مفرعة فسلمت على الأول بالإيد، الثاني على الإيد، الثالث أجت لتسلم علي قلت لها أنا أعتذر أنا مسلم ديني ما يسمح لي أسلم على بنت بالإيد، فقالت لي ليش دينك يسمح لك تخجل بنات العالم؟ فقلت لها لو اجى واحد بالجامعة هون وقال لك بدي بوسة بتقبلي؟ قالت لي تربيتي ما بتسمح لي. قلت لها ليش تربيتك بتسمح لك تخجلي شباب العالم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. كل واحد يقول آمين والسلام عليكم.